تحية طيبة مشاهدينا الكرام وصرخة العراقيين للتغيير، برنامج شهداء تشرين. رجعنا لكم اليوم وحلقة جديدة من برنامج شهداء تشرين. حلقتنا اليوم تتناول شهيد كذلك شاب جميل لطيف اسمه مصطفى أحمد كاظم، طبعا طالب جامعة مرحلة أولى، مواليد 2002، سكنة بغداد شارع فلسطين. الله يرحمه مصطفى، شارك أخوانه في ساحات التظاهر من 1/10، من أول ما بدأت التظاهر 1/10. طبعا تعرفون 1/10 و12 و3 و4 و5، وامتد الطلق والشهداء إلى آخر يوم، وحتى بعد ما رفعت الخيام من ساحات التحرير وكل ساحات التظاهر. مصطفى الله يرحمه استشهد في 5/10. إليكم قصة مصطفى كيف استشهد. مصطفى استشهد بقناص بالشارع مال وزارة الداخلية باتجاه مول النخيل. دخل قناص من فوق الأبنية العالية، القناص قام يقنص نص بالمتظاهرين الجايين من مول النخيل واللي راجعين من جوة جسر مال السريع محمد القاسم. فالقناص اشتغل من هذه الأبنية العالية، وإحدى الطلق اللي اجتي بالشباب وحدة منهن برأس الله يرحمه مصطفى أحمد كاظم، مواليد 2002، بشارع وزارة الداخلية، واستشهد فورا على أثر هذا الطلقة اللي بالرأس. الله يرحم مصطفى، والله يرحم كل الشهداء، والله يصبر أمهاتهم وأبهاتهم. تحية طيبة لكم. نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت، ولا تظن أنها النهاية. سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم والأجيال التي